حيول جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. في حفظ الله ورعايته مشاهدينا الكرام ينطلق شوطنا السابع، هذا الشوط الذي خصص بالجعدان المحليات العصائي المخلاب من سيطر على مقدمة هذا الشوط وسيطر بالمركز، ولكن ها هو أيضا البدع لسيد السودي بن عبيد بن السودي العامري على مقدمة هذا الشوط مسيطر على المركز الأول بينما تليه بالمركز الثاني مشاهدينا الكرام للسيد ايضا البدع. بالفعل اهالي البدع متواجدين، اهالي البدع بن احمد حاضرين، البدع لسيد رامس بن عامر بن قانوش، وهناك ايضا البدع لسيد السودي بن عبيد العامري، سكان البدع حاضرين بهذا الاسم الغالي. بينما المركز الثالث يتواجد ميمل سيد الزبنه العرسوسي، بينما المركز الثالث ثالث المراكز شاهين لسيد راشد بن علي بن سالم الكندي يتواجد على المركز الثالث، غير على المركز الرابع بينما غير على المركز الثالث عفوا بينما المركز الرابع ميمل، اما المركز الخامس يتواجد في شاهين سعيد بن حليس بن راشد، والمركز السادس هناك ايضا من حضر في المهلهل سالم بن حمد بن سليم العويسي. هكذا ست المراكز الاولى في تحدي هذا الشوط، وعودتنا مع البدع اللي على المركز الاول في قياده هذا الشوط.
نعود هناك مع البدع اللي على المركز الأول، المبدع بأداء البدع اللي على صدارة الشوط على المركز الأول. أبو عبيد لازال على رأس الحربة، مسيطر السودي بن عبيد بن زويدان العامري، بينما المركز الثاني وصل بن دحروي يقدم خلاب مطر بن محمد بن دحروي العامري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث يقترب بالزفنة يقترب مكفي ناصر بن سهيل بالزفنة الحرسوسي على المركز الثالث والمركز الرابع، رابع المراكز نتأخر نرى المركز الرابع القادم، مطيلان خليفة بن سالم بن هديم على المركز الرابع، أما المركز الخامس مع الكندي راشد بن علي بن سالم الكندي يقدم شاهين، والمركز السادس هناك البدع بسيد هذا البرنامج بن قانوش. هكذا الست المراكز الأولى، خلاص دخلنا في الأجواء الأخيرة، فالكيلو المتر الأخير، خلاص خط النهاية بدأ يقترب يا أبو عبيد يا صدام، بدأ يقترب خط النهاية هناك مع الحضور الأول مع الصدارة والمقدمة. بن دحروي غادم، بن دحروي غادم يرعى البدع، واصل خلاب وسلالة مخلاب، سلالة مخلاب، ولكن البدع المبدع أيضا المبدع بهذا الأداء، البدع 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 على الصدارة، مبدعا بحضوره مبدعا بأداء على المركز الأول، ولكن خلاب 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 هنا متواجد، والبدع مع السودي بن عبيد ومع مطر بن دحروي على المركز الثاني على التحدي. يا سلام خلاب خلاب بدأ أيضا يتسلل على الصدارة، ولكن البدع بمحاولة قوية لكي يثبت على الصدارة، عاد على المقدمة ثابتا لا محالة، البدع وخلاب خلاب والبدع، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هذا العرض الثنائي، على هذا الحضور الثنائي، ركز 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 وحكم يا لجنة التحكيم، البدع خلاص البدع صمد، البدع يأكد بأنه بطل هذا الشوط، سلام البدع سلام، وسلام يا أبو عبيد سلام، تهانينا للسودي بن عبيد على فوز البدع بهذا الشوط، خلاب على المركز الثاني مطر بن دحروي، المركز الثالث لسيد ناصر بن سيل بالزفنة، والمركز الرابع لسيد خليفة بن سالم بن هديم. أما التوقيت 10 دقائق، أيضا 9 دقائق ما شاء الله، 57 التوقيت الأفضل بدأ يتحقق تحت أقدام البدع، تهانينا للسودي بن عبيد على فوز البدع بهذا